نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب ليحول الطقس عدنا اليكم من جديد ونقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأحد العشرين من شهر مارس الفين واثنين وعشرين اللهم اغثنا غيثا نافعا غير ضار آمين يا رب العالمين إذن متابعينا خلال الفترة الصباحية نتوقع أمطار على ولاية الطارف عنا بولاية سكيكدا أيضا مناطق السنطينة قلمة سوق هراس بالإضافة إلى مناطق شمال ولاية جبسة وشمال ولاية خنشلة ستشهد أمطار بإذن الله تعالى إلى غاية ولاية أم البواقي بإذن الله تعالى إذن هذه الأمطار ستستمر إلى غاية الفترة المسائية وتشمل بإذن الله تعالى خلال الفترة المسائية أيضا مناطق جيجل وبجاية وسطيف وميلا وتبقى تشمل قسنطينة قالما وسوق شمال تبسة شمال خنشلة شمال باتنة بإذن الله تعالى بأمطار لا بأس بها تكون من متوسطة إلى غزيرة نسبيا نذكر أيضا هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية الوسطى وأيضا الغربية والمناطق الصحراوية إذن الحيطة والحذر من انعدام الرؤية خاصة على المناطق الصحراوية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته